قتل قيادي ميداني بارز في ميليشيات الحوثي وعشرين آخرون في معارك دارت في مثلث باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين أقصى شمال البلاد، وفق ما أعلن الجيش اليمني. وأشنت وحدات من الجيش الوطني هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات، ما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل قبل أن يفر العشرات من الحوثيين إلى شرق مركز مديرية باقم. كما أسفرت العملية العسكرية عن قطع خطوط الإمداد للحوثيين واستعادة أسلحة متنوعة.